السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سأتحدث عن سؤال مهم. مختلف المترشحين الأحرار والرسميين المقبلين على الامتحان في مادة الاجتماعيات كيسولوا هذا السؤال. هذا السؤال هو فين غادي يتحط الموضوع المقال في هذه السنة، واش في مادة التاريخ ولا مادة الجغرافيا؟ وأقول لكم بأنه لا يمكن لأحد الإجابة على هذا التساؤل، حتى واحد ما عنده القدرة على الجواب، وحتى اللي عطاكم واحد الجواب فغير كيبني على احتمالات وتوقعات، وهذه الاحتمالات والتوقعات تقدر تصدق وتقدر ما تصدقش. نسبة كبيرة، غير لي باش نطمئنكم، هو نسبة كبيرة كتحقق، ولكن هي ماشي قاعدة، هي ماشي قاعدة. مثلا إذا حطوا الموضوع المقال في السنة الماضية في الجغرافيا، هذا العام يتحط في التاريخ، ولا تحط في التاريخ السنة الماضية هذا العام يتحط في الجغرافيا، هذه ماشي قاعدة، ولكن كتصدق بواحد الاحتمال ديال 60 70%، واحتمال كبير ما كتصدقش أيضا. مثال ديال الامتحان الوطني ديال سنة 2020، السنة الماضية في البكالوريا كانوا معولين على موضوع المقال في التاريخ، لأن في 2019 كان موضوع المقال في الجغرافيا، فإذا بهم يتفاجؤون بأن الموضوع المقال في 2020 تحط بحال 2019 في الجغرافيا، وأيضا حتى في الدورة الاستدراكية اللي كانوا معولين على المقال في التاريخ حطوا لهم الموضوع المقال في الجغرافيا، وبالتالي هذا القاعدة هنايا لاحتمال لم يتحقق. وبالتالي دوك الناس اللي كانوا مراهنين، يعني مقمرين او مراهنين على ماده ديال التاريخ راجعين مراجعينها والجغرافيا خليناها، صدقوا ضايعين، وديك المراجعه اللي داروا للتاريخ ضاعوا فيها. اذا باش ما توقعوش في نفس الخطا، ما تنقول لكمش انا من دابا عاوتاني بدا من ازيرو ولا مثلا انت معول على الاشتغال على الوثائق في التاريخ والموضوع المقال في الجغرافيا، وحفظتي ديال الدروس ديال الجغرافيا مزيان والتاريخ ما تسوقتيش ليه، فهاد المده المتبقيه كنقول لك عاوتاني دير واحد القراءه خفيفه ومراجعه لديك الدروس ديال ماده التاريخ، وحاول تفهم الافكار الاساسيه على الاقل، حتى الى ما احترموش هذاك الترتيب وعندهم الحق ما يحترموش، لان هي ماشي قاعده كيمشيو عليها، حتى الا ما احترموهاش ما تضيعش في الموضوع المقالي ديالك. هذه المده المتبقيه بالنسبه للناس ديال الجهوي هي قليله، ولكن بالنسبه للناس ديال الوطني راه مده اللي هي طويله، ما كاين الامتحان حتى 11 و12 في الشهر، مازال الوقت. اذا صاحب الوطني ما تقمروش بزاف، ضبطتي مثلا التاريخ معول على المقاله في التاريخ والجغرافيا سمحتي فيها، على الاقل دير واحد القراءه، فهم الدروس وسيع. حتى الا ما ضبطتيش كل شيء، حاول تركز على واحد جوج ديال المحاور الاساسيه وسيع. والناس ديال مثلا الماده ديال الجهوي اللي ما بقالهمش الجهوي ديال الاحرار، قالت لهم واحد اليومين بعد غدا يوم الجمعه، والرسميين يوم الثلاثاء المقبل، هذه المده المتبقيه لا الاحرار ولا الرسميين، حاول الا كنتي معول على المقاله في التاريخ قرا الدروس ديال الجغرافيا وفهمهم، ويعني خذ افكار عليهم، واخا ما تقراهمش كلهم على الاقل قرا الدروس ديال المغرب والعالم العربي. والعكس بالنسبه لماده التاريخ، الا كنتي معول على المقاله في ماده الجغرافيا، هذوك الدروس ديال التاريخ ما تسمحش فيهم، على الاقل قرا الدروس ديال تاريخ اوروبا والعالم، واحد ربعه ديال الدروس، فهم الافكار ديالهم باش تحسبا اي توقعات، وما تضيعش في هذه المده اللي شحال انت كتراجع شحال انت كتوجد، وتصدق في التالي ضايع في واحد 8 ولا 9 ديال النقاط في الموضوع المقال، فلا داعي لذلك. المهم بذل مجهود وراجع شويه، والوقت راه كافي، ما تقولش الوقت ما كافيش. الوقت باش تشد الدروس وتبداهم من الاول تحفظ، يمكن ما يكفيكش الوقت، ولكن كافي الوقت اننا نقراوهم واحد جوج ديال المرات ولا ثلاثه، كافي الوقت اننا نتصنتوا الفيديوهات عليهم ونفهموا افكار، كافي الوقت اننا نديروا بعض يعني الخطاطات عليهم، الوقت كافي، حتى الا ما كفاش باش نحفظ كافي باش ندير هذه الامور.